بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات والقاذورات اللي بيتم اتهامها وتوجيهها ضد النادي الاهلي. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا هي الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اولى فقراتنا بعد بطوله كاس الامم الافريقيه وما كان يحيط البطولة من التفاف جماهيري، الكل بقى أصبح في بوتقة واحدة، الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي، كله بقى كله ورا منتخب مصر وكله بيشجع منتخب مصر، وتناسينا كلنا الأهواء والانتماءات، الأهلاوي بيشجع لعيبة الزمالك وبيفخم فيهم وبيمدحهم وبيشكرهم، والعكس صحيح لدى جمهور نادي الزمالك. بمجرد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية خرج علينا الإعلام وعدد من المذيعين في استضافات وما أكثرها، وكأننا فزنا بكأس العالم وليس كأس الأمم الأفريقية، وليس خسارة كأس الأمم الأفريقية في النهائي أمام السنغال، بالرغم من اللاعبين علاقتهم مميزة وفوق الممتاز، سواء كان لاعب الأهلي بلاعب الزمالك أو العكس. خرج علينا إعلامي أو مذيع، مش هقدر أقول إعلامي، الأخ مهيب، استضاف أحمد سيد زيزو، واحد من اللاعبين اللي امتدحناهم كثيرا. الغريب والمريب أن المذيع جاب فقرة يسأل فيها لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو مين الأفضل، The best، يجيب له لاعب من الأهلي ولاعب من الزمالك، مين الأفضل يا أبو حميد؟ طبعا أحمد سيد زيزو لاعب ذكي، أحمد سيد زيزو لاعب ذكي، ما ينفعش يقول لاعب الأهلي ويبقى راجل حقاني وفي نفس الوقت يزعل جمهوره ويزعل الزملاء اللي موجودين معه. فسألوا عن اختياراته، تخيل بقى اختيارات زيزو، قال له طارق حامد ولا حمدي فتحي، تخيل دول هيلعبوا مع بعض ماتش، يعني زيزو ده هيلعب مع لعيبة الأهلي ماتش خلال أقل من شهر في تصفيات كاس العالم، طالع بيقطع في لعيبة النادي الأهلي بناء على رغبة الأخ المذيع، طارق حامد ولا حمدي فتحي؟ قال لك لا طارق حامد طبعا. تخيل انت بقى حمدي فتحي ده هيلعب في المنتخب ازاي مع زيزو، أبو جبل ولا الشناوي؟ لا أبو جبل طبعا، أبو جبل أفضل كتير من الشناوي. طب إيه رأيك إن الشناوي هيبقى حارس مصر في المباراتين بتوع السنغال يا أخ زيزو؟ إمام عاشور ولا أكرم توفيق؟ لا أكرم توفيق، وأكرم توفيق ده بيعرف يلعب، إمام عاشور طبعًا. إمام عاشور على الرغم إن مش مكان إمام عاشور مكان أكرم، ولكن مع هذا زيزو اختار إمام عاشور. طيب فتوح ولا معلول؟ قال لك فتوح طبعًا. على فكرة فتوح ده لو في الأهلي أو لو معلول ده لاعب مصري، لو معلول معاه الجنسية المصرية، والله فتوح ما كان شاف أصلا المنتخب ولا كان عدت ببوابة المنتخب. طب أوباما اللي جمهور الزمالك بيشتمه في الملعب، جمهور الزمالك بيشتمه في الملعب، ولا أفشة؟ قال لك أفشة لاعب كلاسيكي، لكن أوباما هو في زي أوباما؟ أنا عذرك يا زيزو، والعيب مش عليك، العيب على المذيع اللي بيحاول يؤجج نار الفتنة بين جماهير الأهلي وجماهير الزمالك. للأسف الشديد قبل كأس الأمم الأفريقية كنا نظن ظن سيء إن محمد صلاح مش فارق مع المنتخب ولا في دماغه المنتخب، وإن اللعيبة المحلية، أو كان زمان اللعيبة المحلية أيام كابتن حسن شحاتة العظيم اللي حصل على 3 كأس أمم أفريقيا، هم اللي كانوا بيتحرق دمهم مع الشعب الغلبان، مع الجماهير الغلبانة على منتخب مصر، واللعيبة الدوليين أو المحترفين ما كانش في دماغهم. للأسف الشديد فرق كبير جدا بين العقليات. تخيل النهاردة محمد صلاح، وما أدراك ما قيمة محمد صلاح، اللي بينزل أول يوم تدريب مع نادي ليفربول نازل عينيه منفوخة من تحت من كتر البكا وكتر العياط على منتخب مصر وعلى خسارة كأس الأمم الأفريقية، في حين إن البهوات بتوعنا زيزو، أبو جبل، إمام عاشور، فتوح، عمالين يلفوا ومقضيينها كعب داير على القنوات وضحك وهق ومق وطبلة ورق وشخاليل وكأننا كسبنا كأس العالم. ده فرق العقلية، لاعب متعود مع ناديه
انه المركز الثاني ده انتصار، فبالتالي خسارة بطولة زي كأس الأمم الأفريقية في مباراة نهائية قدام السنغال هو بمثابة انتصار لهذا الرجل، لهذا اللاعب. أما لاعب بحجم محمد صلاح أو لاعبي النادي الأهلي هتجدهم في قمة الحزن والأسى. ليه؟ لأنه خسر البطولة، وخسارة البطولة معناها أنك ما كسبتش حاجة، لا مركز تاني ولا مركز تالت ولا رابع هيفرق معاك طالما ما وصلتش للهدف بتاعك وهو المركز الأول. عايز أقولك إن في مباراة النهاردة رجعنا بقى للاحتواء يا جماعة، رجعنا للاحتواء الجميل، زمن الاحتواء الجميل يا قبطان. النهاردة كان ماتش سموحة والبنك الأهلي. إيه اللي دخل الاحتواء في ماتش سموحة والبنك الأهلي يا مصطفى؟ الماتش اللي جاي لسموحة أمام نادي الزمالك، أولى مباريات الزمالك بعد إيقاف الدوري واستكمال الدوري بعد ماتش الزمالك وبترو لواندا، هيكون سموحة. النهاردة شفت العجب العجاب في مباراة سموحة والبنك الأهلي. إيه اللي حصل؟ الاحتواء يا جماعة ما بقاش بس إنك في الملعب في ماتشات الزمالك بتحتوي الدنيا، لا، الاحتواء بقى قبل ماتشات الزمالك كمان. يعني الفرقة اللي هتلعب الزمالك وممكن تعمل نوش او لغواش على الماتش او ممكن تتعب الزمالك، نشوف كذا لاعب كده من المهمين عندهم، ادي انذار هنا، ادي كارت احمر هنا، بحيث ان احنا يبقى فيه ايقافين، ثلاث ايقافات قبل مباراة الزمالك عشان نسهل الموضوع، ما يبقاش بس الاحتواء انك تحسب ضرب الجزاء للزمالك، لا، انا هقصقص لك ريش واجنحة الفرقة اللي هتلعب الزمالك اللي هتعمل لغواش. سموحة فرقة شقاوة قديمة بتعمل لغواشة ونوش مع نادي الزمالك، فقصقص ريشهم وقصقص جناحاتهم قبل ما يلعبوا الزمالك. النهاردة مروان حمدي بيحصل على الانذار الثالث عشان يغيب ماتش الزمالك. رمضان بيكهام، احمد رمضان بيكهام، ولأول مرة في التاريخ لاعب بيتلكأ في الخروج ياخد كارت احمر مباشرة، دي عمري ما شفتها، عمري ما شفتها ولا هشوفها غير مع حكامنا بتوع الاحتواء. تخيل لاعب ما عندوش انذار جه طلع وعدى الخط خلاص، راح الحكم طلع له احمر مباشر. طب يا عم مد انذار، لا انذار، ما هو ما عندوش انذارين عشان يتوقف ماتش الزمالك، لازم اوقفه ماتش الزمالك. اللي انت بقى وانت بتسمع كده هتقول يا مصطفى ما هو اتنين لعيب عادي، هقول لك لا مش عادي، ما هم الاثنين دول هم اللي جابوا الاجوان النهارده لماتش سموحه امام البنك الاهلي وكسبوا سموحه. يخلص الاحتواء عند كده؟ لا والله ما يخلص، البطوله ستوجه للزمالك اينما كنت، وعجبك عجبك مش عجبك اخبط دماغك في الحيط. طالما سكت مره على الظلم استحمل، طالما انت كاداره النادي الاهلي سكت وما فتحتش بقك على اللي حصل معاك السنة اللي فاتت وكبرت دماغك على الرغم ان انت كان في ايدك تكسب البطولة، لو رحت للفيفا في موضوع اللاعب اللي شارك وهو موقوف انت سكت، اتحمل بقى. النهاردة الناس بتوع لجنة المسابقات قالك ملعب استاد اسكندرية الارضية بتاعته مش حلوة وهيبقى صعب على نادي الزمالك، عايزين ناخدهم في ملعب مضموم ملموم بحيث ان لا هوا ولا اي حاجة تأثر على اللعيبة، وبرضو يبقى الملعب ارضيته نظيفة للعيبة نادي الزمالك، وملعب شرح وبرح عشان الزمالك ياخد راحته قدام سموحة. هتلعبوا فين يا جماعة؟ قالك نلعب في برج العرب. مباراة الزمالك وسموحة القادمة تم نقلها تحت شعار احتويني ودميني، وديناك لماتش برج العرب بدل ما تلعب في استاد اسكندرية. اعلامنا الجميل بقاله يومين عمال يفخم في معالي المهندس هاني ابو ريدة. هاني ابو ريدة اعلامنا عمال يطبل له ويسقف له بان الراجل احنا مشكورين يا هاني ابو ريدة ومش عارفين نودي جمايلك فين، احنا يعني انت جمايلك مغرقانة، والله جمايلك مغرقانة يا هاني ابو ريدة. عمل ايه يا جماعة هاني ابو ريدة؟ قالك اصل هاني ابو ريدة اتدخل عشان يخفض الايقاف بتاع كارلوس كيروش، بدل ماتشين يبقى ماتش واحد، والنبي يعني هاني ابو ريدة هو اللي عمل كده؟ قال لك اه، عشان كده احنا بنشكره. طب هاني ابو ريدة ما تدخلش ليه في مشكله الاهلي مع الكاف والفيفا؟ ما هاني ابو ريدة ده عضو مكتب تنفيذي في الفيفا وعضو مكتب تنفيذي في الكاف، ما حدش شاف هاني ابو ريدة ليه في الموضوع ده،
ولا عشان الاهلي ما بيمثلش مصر زي ما طلع احد المعاتيه يقول ان الاهلي لا يمثل مصر وانما الاهلي يمثل نفسه؟ هل هاني ابو ريده لا يتدخل الا من اجل منتخب مصر وكارلوس كيروش؟ على فكره هاني ابو ريده ما تدخلش من اجل منتخب مصر. هاني ابو ريده ما تدخلش لما مصر اتظلمت من بكاري جسامه والسنغالي ماجد تنداي، ما تدخلش. هو اتدخل بس عشان كارلوس كيروش. وابحث عن السبب هتعرف العجب. لو عايز تعرف السبب دورها في دماغك، مين اللي جاب كيروش؟ مين اللي حط الشروط الجزائية لكيروش؟ مين اللي بيدافع عن كيروش؟ اعرف الأسباب، اربطها ببعضها. أما الأهلي فالأهلي لا يمثل مصر، الزمالك يمثل مصر، أما الأهلي لا يمثل إلا نفسه. الراجل المدرب الأمريكاني بتاع نادي الزمالك، مش عارف مين اللي ضحك عليه، قال له إن الزمالك عدد جمهور الزمالك في مصر 40 مليون. ويل فويجت المدرب الأمريكاني لنادي الزمالك واللي جاي يدرب الزمالك عشان بطولة منظمها مصر اسمها بطولة كأس العالم للأندية. معرفش كأس عالم الأندية ازاي، يعني لو تدور على الأندية المشتركة في بطولة كأس العالم للأندية ده ضحك. كأس عالم أندية ايه بيه؟ يعني بورجوس اللي هيلعب الزمالك في الماتش الأولاني في كأس العالم للأندية، في كأس عالم أندية أربع فرق، في كأس عالم أندية ولا نادي من الفرق اللي بتلعب في البطولة أبطال قارتهم؟ يعني بورجوس ده مش بطل القارة الأوروبية، بورجوس ده في الدوري الأسباني رقم 18 من 18، يعني الدوري الأسباني لكرة السلة 18 نادي، بورجوس رقم 18، يعني لو كان في 20 نادي كان هيبقى رقم 20، ويطلع واحد معتوه يقول لك كأس العالم مش عارف ايه. النهارده الاخ فويجت المدير الفني لنادي الزمالك قال لك في 40 مليون زملكاوي في مصر ينتظرونا او ننتظر دعمهم في كاس العالم للانديه. معرفش مين ضحك عليه وقال له ان الزمالك عددهم 40 مليون. تعال نروح لعنصريه فلافيلو. فلافيلو رئيس الوكسه في الاتحاد الدولي. رئيس الوكسه لو شفت في ماتش بالميراس والاهلي وإحراز بالميراس للهدف الأول، قام اتنطط من مكانه وقعد يسقف لفريق بالميراس البرازيلي. هذا الشخص لم يحس بأي عار أو خزي تجاه النادي الأهلي بعد ما فعله مع النادي الأهلي في تنظيم وتضارب ولمواعيد بطولة كأس العالم للأندية مع بطولة كأس الأمم الإفريقية وحرمان النادي الأهلي من أبسط حقوقه وهو مبدأ تكافؤ الفرص لكل الأندية المشاركة. مش بس كده، لا، فلافيلو بيمارس مسلسل العار. حكم يحكم لنادي ماتشين ورا بعض في بطولة عالمية أول مرة تحدث في التاريخ. اللي بيحصل مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية أمر تجاوز السخافة بمراحل، ولا بد لإدارة النادي الأهلي على الأقل اعترض حتى أراك، أسمع صوتك، اعترض على أي حاجة، قول لأ، قول أنا معترض، قول أنا محتاج. إزاي حكم يحكم لي ماتش بالميراس ويظلمني في ضرب الجزاء على الأقل ويتعامل بعنصرية مع المدير الفني بتاعي لمجرد أنه أسمر اللون يا لالي، واخد بالك؟ واجي النهاردة يجي لنفس الحكم في مباراة مركز ثالث ورابع في المباراة التالية ليا، إزاي؟ واسكت. أتمنى أن يكون في نوع من أنواع الاحتجاج أو الاعتراض على هذا الحكم. خناقة موسيماني مستمرة. موسيماني يا جماعة قبل كأس العالم للأندية أكثر المتفائلين كابتن شوبير، ملأ الدنيا صخابا، مصر الأهلي هيلعب إزاي والأهلي هيلعب بمين، وكل يوم إصابة، وكان الله في عون المدير الفني وكان الله في عون اللاعبين. أكثر المتفائلين كان يمني النفس إن أنا لو خسرت من مونتيري أخسر 1-0 ونطلع نلعب مركز خامس وسادس وربك يكرم بالخامس وخلصت على كده ورضا، الحمد لله إن احنا طلعنا من غير فضيحة في ماتش مونتيري. ده أكثر المتفائلين
في ظل المعطيات والغيابات والنواقص اللي موجودة عندك، وبتلعب مع فرق أعلى منك في الإمكانيات وأعلى منك في كل شيء. ومع هذا استطاع السيد بيتسو موسيماني برجولة لاعبي النادي الأهلي أيضا هو يتخطى عقبة مونتيري ويصل للمباراة في الدور قبل النهائي. معرفش ليه بقى بعد كده المسلسل والرواية كلها اتعكست. اللي كان بيقول كان الله في عون موسيماني قبل ما يلاعب مونتيري بقى بيلعن موسيماني بعد ماتش بقى بالميراس، وان موسيماني ده مدرب فاشل وافشل الفاشلين، وازاي يقعد مع النادي الاهلي وازاي يكمل مع النادي الاهلي. وللاسف الشديد اداره النادي الاهلي ساكته، اعلام بيخرج بيقول تفاصيل التفاصيل على لسان اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، والكل في سبات عميق، محدش بيطلع يتكلم ولا حد بيطلع يدي الثقة للمدير الفني وانت داخل على مباراة تالت ورابع. تخيل انت قبل مباراة تالت ورابع اهلي وهلال سعودي يطلع اعلامي يتكلم على تفاصيل تجديد عقد موسيماني، وان الاهلي هو ده شروطه، عجبك عجبك مش عجبك مع الف سلامة، انت ضيعتنا وودتنا في داهية في كاس العالم للاندية، وده كلام الادارة والمسؤولين بتوع الادارة بيقولوا كده، والكل ساكت، لا بيطلع يكذب الاعلامي ولا بيطلع ينفي ولا بيطلع يصدق ولا كله ساكت. وهنا السؤال يا جماعة، لو عايزين تمشوا موسيماني اطلع بكل جراءة وشجاعة وقول موسيماني شكرا، قضيت معانا وقت لطيف، مع الف سلامة، في مدير فني جاي جديد. لكن للأسف الشديد ما يحدث الآن تجاه موسيماني عيب، عيب بمعنى الكلمة. ولم نعهد على إدارة النادي الأهلي ان إدارة الأهلي لما تبقى عايزة تمشي مدرب تخلي إعلامي هو اللي يلقح بالكلام على موسيماني. عيب، عيب والله العظيم، حزين، حزين لما وصلت إليه إدارة النادي الأهلي خلال المرحلة الأخيرة من موسيماني. أتمنى من الكابتن محمود الخطيب اللي ياما وقفنا في ظهره وهنفضل نقف في ظهره وفي ظهر النادي الأهلي وفي ظهر كل حد بيحب النادي الأهلي، لكن لما يبقى فيه خطأ لازم ننبه كأبسط مشجعي النادي الأهلي. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى كل أراكم وتعليقاتكم. السلام عليكم.